اهلا بحضراتكم في الفقره الثانيه من البيت الكبير. وزي ما احنا اتكلمنا عندنا ملف مهم جدا، ملف تغيير المدربين بشكل كبير جدا وبشكل سريع جدا في الدوري المصري. عدد من المدربين كتير جدا بيتغير خلال الموسم، طبعا اسباب كتير بتتقال، هو قدره المدرب، هل هو المدرب كبش فدا للإدارة، هل الضغوط وخاصة على المستوى الأندية الجماهيرية، هل ضغوط الجماهير على الإدارة بتسبب في إقالة المدرب، هل المدرب هو الحالة الأضعف في المنظومة داخل النادي؟ أسئلة كتيرة جدا 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 هنناقشها النهاردة مع اتنين عانوا من هذه التغييرات، الكابتن أيمن المزين طبعا المدير الفني السابق لفريق طنطا، والكابتن عبد الناصر محمد المدير الفني السابق لإف سي مصر. أهلا بيكم يا كباتن، أولا منورنا في البيت الكبير قناة النادي الأهلي. وزي ما أنتوا أو تابعتوا أو لمسينوا أو عشتوا ملف تغيير المدربين، هبدأ معاك يا كابتن أيمن ونفس السؤال هجي لك برضو كابتن عبد الناصر. تغيير المدربين في خاصة في الفترات الأخيرة في الدوري المصري، أنت من خلال تجربتك شايفها بأنهي سبب من الأربع خمس أسباب؟ في أسباب كتيرة جدا، لكن من أنهي سبب أساسي في تغيير المدربين؟ طبعا أنا طبعا بتشرف بوجودي في، لا منورنا كابتن، في البرنامج وحضرتك في قناة الأهلي ووجودي مع الكابتن عبد الناصر. وطبعا في نقط، في حاجات كتير، يعني أول سبب حضرتك قلته إن هو أضعف حاجة في المنظومة، أضعف حلقة في المنظومة كلها، فبراضي الجمهور وبراضي المجلس الإدارة وبراضي أعضاء النادي بإيه؟ بإن أنا بغير المدير الفني، فكده يبقى أنا حققت لهم طموحهم وهبدأ أشتغل أجيب مدير فني جديد يكمل المسير. طبعا كل دي اخطاء بتعملها الادارات وبعد كده بتعاني منها. الجزء الثاني، مسير المدرب دايما متعلق كابتن برجل اللعيب مش باقدام اللعيبه اللي موجوده في الملعب. انت حضرتك ممكن تشتغل كويس، تتدرب كويس، كل حاجه بتعملها صح، وتلاقي اللعيب النهارده مش موفق في الملعب، اخطا في الملعب، يبدا بناء على نتيجه المباراه يبدا اقاله المدير الفني. فدي كل حاجات الادارات لازم يبقى عندها صبر شويه. النهارده المفروض ان انا اول ما بشتغل مع الاداره، انت هتشتغل على انه التارجت اللي انا هشتغل عليه ايه؟ هل انا هشتغل على بقاء في الدوري؟ يبقى بشتغل على بقاء الدوري، يبقى في نتائج بتبقى بره حساباتك، يبقى انا مش مطلوب مني ان انا ابقى موجود في الثلاث فرق الاخرى. كل دي حاجات المفروض في بدايتك او في اتفاقك بتتفق مع الاداره. احنا كمدربين في اوقات ما بنتفقش على الكلام ده، وده خطا احنا بنعاني منه وبنشيل نتيجته في الاخر. كابتن، هتاخد نفس السبب ان المدرب الحلقه الاضعف في هذه المنظومه بالنسبه ان هو اسهل واحد يتضحى بيه المدرب؟ والنقطه الثانيه اللي يمكن اثرها الكابتن ايمن، ان انت بتكون متفق على تارجت معين، يعني وانت بتمضي عقدك كده مع اف سي مصر اتكلمت وقلت ايه؟ اولا انا سعيد ان انا مع حبيبي كابتن ايمن. حبيبي. كابتن هاني طبعا، كابتن ايمن حبيبي كابتن. 98 بقى ذكريات 98 بوركينا فاسو، منورنا يا كابتن. طبعا سعيد ومبروك على قناه الاهلي وتطويرها، وربنا يوفقك كده، ربنا يخليك ان شاء الله. انا مع اف سي مصر. انت حضرتك عارف انا مسكت الفرقه قبل الدوري ب 10 ايام او اسبوعين تقريبا، كان كابتن محمد صلاح مشي، بعد كده كابتن اسامه نبيه قعد شهر ومشي، هو اللي اعتذر يعني، ولانه كان قايل ان اللعيبه لا تصلح والكلام ده. اف سي مصر انا اشتغلت معاهم في الممتاز به قبل كده، وتربطنا بيهم علاقات كويسه جدا، وكابتن برضو ايمن اشتغل معاهم، جابوني وهما بيعتبروني من ولاد النادي يعني، هما الحمد لله العلاقه بيني وبينهم كويسه قوي. وقلت لهم، قالوا لي يعني عايزينك تلحقنا، واحنا عارفين، هما كانوا عارفين يعني، بيقولوا لي يعني ايه اللعيبه لسه خبراتها قليله، لان هما ابقوا على عدد كبير من اللعيبه من الممتاز به. قلت لهم انا ما دام تحملت المسؤوليه انا مفيش مشكله خالص اتحمل المسؤوليه، ومش هتحجج يعني، قلت لهم كده بالظبط، قلت لهم مش هتحجج ان مثلا لا اصل اللعيبه اصل انا ماسك قبلها باسبوعين. انا ما دام قابلت المسؤوليه دي، وده المفروض دور المدرب ان هو ما دام قبل المهمه يستحملها. ايوه، بس خلينا نرجع خطوه لورا، انت قبلت المهمه اللي خلينا نتكلم، لانك انت تعرفهم كويس وانت قابلت القرار الصعب دوت بناء على التارجت هم حاطينه، يعني انت كابتن اتفقوا معاك. انت التارجت بتاعك البقاء في الدوري بشكل محترم يعني، بشكل كويس، ده الاتفاق فعلا. وكمان انا قابلت المهمه، انا كمدرب انا لسه ما كنتش اشتغلت في الدوري الممتاز غير مع الجيش شهر ونص مره، كنت مؤقت.
وبرضو انا شايف ان هي مغامره لازم اي مدرب ياخدها. يعني هي مغامره لازم ياخدها، لازم ياخدها، لان طبعاً. انا شايف من اسباب يعني الاقالات والاستقالات ان ممكن جدا مدرب يحسبها غلط او ياخد قرار في وقت غلط، فده كمان هنرجع هقول لحضرتك ده مهم يعني هاني. ممكن يكون انت غلطك انت او ما حسبتهاش صح. هقول لحضرتك كابتن هاني، بتحسبها لما تكون اشتغلت في الدوري الممتاز كتير. احنا للاسف في مصر في مدربين مصنفين ممتاز ب ومدربين مصنفين ممتاز الف. عشان تطلع من الممتاز ب، يعني انا وكابتن ايمن بقالنا سنين في الممتاز ب وعاملين نتائج الحمد لله كويسه، وكابتن ايمن صعد باربع فرق شيخ المدربين في الممتاز ممتاز ب، يعني ده معروف بالظبط كده. فالمفروض الناس اللي فوق تبص لنا شويه، في مدربين كويسين جدا في الممتاز ب لكن ما بيبصوش. فلا لما تجيني مغامره زي دي لا هغامر وهخشها عشان اظهر للناس شغلي، والحمد لله حصل يعني مني ومن الكابتن ايمن واظهرنا للناس، وخصوصا في الماتشات الثقيله مع الاهلي ومع الزمالك. ده حقيقي مظبوط. تتحسب عليك لو انت بقى شغال في الدوري الممتاز فتره طويله سنين طويله وجالك نادي مثلا بحاجات معينه بصعوبات معينه، هي دي اللي تتقال ان انت اخترت غلط. لكن في الوقت اللي احنا اخترنا فيه انا وكابتن، لا احنا اختيارنا لازم نخوض التجربه ولازم نتعب فيها، والحمد لله تعبنا فيها واشتغلنا بما يرضي الله وعلى قد الامكانيات اللي موجوده اشتغلنا وعملنا شغل كويس. ده حقيقي. المشكله ان الادارات يعني ما بنتكلمش على اف سي مصر وطنطا، لا على كل الادارات في مصر مستعجله جدا، وبعدين بيبقى طموحهم بيعلى فجاه. يعني عارف لما تعمل حاجه كويسه تلاقي الطموح عالي فجاه، طب ما انتوا عندكم ما انتوا كنتوا متفقين على حاجه يعني ما هو زي ما انت بتقول يا كابتن، ان هو انت الاول بتتفق على تارجت معين، ممكن جدا خلال فتره شغلك التارجت ده يتغير، ومفيش مانع ان سقف الطموحات يعلى، لكن ما بيوصلش بس دلوقتي ما يبقاش هو ده التارجت تاني. التارجت بقى يبقى لا انا كنت متفق معاك هنقعد ونقعد بشكل كويس وبعدين تمشي كويس وتبقى متقدم، وبعدين لا ده احنا عايزينك تبقى تاخد مركز فوق. مش وقتها التارجت والهدف بيتغير، مش وقتها فعلا. لازم بعد يعني انا قصدي حضرتك ياخد فتره. ده اللي حصل معايا. ايوه بقى السنه اللي بعديها مثلا، لكن انت الحمد لله يعني بتشتغل وبتحاول وشايف الناس كلها شايفه ان في شغل في الملعب. قيس على كده كمان اختيارات الاداره، اعتقد حضرتك هتتكلم فيها بقى احنا لما يجوا يختاروا مدربين. ده حقيقي. احنا ماشيين في زي الشطرنج هنتكلم فيها كابتن معاكم برضو، بس حابب اقول خبر مهم جدا جدا كان في بعض المواقع على السوشيال ميديا، قالوا ان علي ديانج سافر ومش راجع وانه هرب من النادي الاهلي. عايز اكد لكم ان الكلام ده خاطئ 100%، وده الخبر ده بيأكد ما قلناه من اسبوع او 10 ايام، ان في مش هقول حمله لكن في تشويش شويه على النادي الاهلي وعلى لعيبه النادي الاهلي. طبعا ديانج اكد ان هو يمكن استاذن من الكابتن سيد عبد الحفيظ انه خد الانذار الثاني ما كانش موجود في مباراه المصري، وبالتالي راح بلده علشان يجدد الباسبور وهيرجع ان شاء الله استعدادا لمباراه وادي دجله. فعايز اقول لكم او اطمن جماهير النادي الاهلي ان ديانج موجود ان شاء الله خلال الايام، هيكون متواجد في تمرينات وتدريبات النادي الاهلي استعدادا لاستكمال مشوار الدوري. وانتم كجماهير النادي الاهلي عارفين ان خلاص يعني احنا كل الاخبار اللي بتطلع ديت الغرض منها كلها فاهمينه كويس وخلاص حفظناه بشكل كويس، فمش عايز يكون في توتر. لا ان شاء الله، واكد على ده طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ، ان شاء الله هيكون موجود في صفوف النادي الاهلي خلال ايام. كابتن يعني عندنا كمان اسئله كتيره جدا، يعني من ضمن الملف ده اتكلمنا عن الكابتن ايمن قال ان هو الحلقه الاضعف. انت كابتن قلت ان دوت التارجت والهدف بيعلى مع النتائج، ممكن تكون النتائج كويسه، وكمان قلت على الاستعجال على النتائج بشكل كبير، ده كلها من اهداف. طب نشوف تقرير معانا عن تغيير المدربين بسرعه في او عدد المدربين بيتغيروا بشكل كبير جدا في الدوري المصري، نشوف التقرير ونرجع نكمل حوارنا مع ضيوفنا. لا شك أننا أمام ظاهرة واضحة فرضت نفسها على الساحة الكروية بمنتهى القوة خلال الموسمين الماضيين، وهي كثرة تغيير المدربين، الأمر الذي يضعف من قوة المنافسة وتعود آثاره بشكل سلبي على الأندية. البعض من مسؤولي الأندية اتخذ من المدربين شماعة لتعليق الفشل الإداري الذي أثر سلبيا على مستوى الفريق، خاصة وأن الموسم الحالي شهد رحيل عدد لا بأس به من المدربين، كان آخرهم ديديه غوميز المدير الفني للإسماعيلي، وتم تعيين أدم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة لقيادة الفريق بشكل مؤقت.
ومن قبله أيمن المزين شيخ مدربي الغلابة كما يلقب، والذي رحل عن فريق طنطا وتولى محمد صلاح مهمة القيادة الفنية للفريق. ثم رحل عبد الناصر محمد عن فريق مصر وتولى خالد جلال المهمة. وفي بداية الموسم رحل ميتشو عن الزمالك وتولى الفرنسي باتريس كارتيرو، كما رحل إيهاب جلال عن المصري وتولى تدريب مصر مقصة بعد رحيل أحمد حسام ميدو، ومن بعده إيمانويل أمونيكي. وفي إنبي تولى حلمي طولام مهمة القيادة الفنية للفريق خلفا لعلي ماهر. وفي سموحة تولى حمادة صدقي تدريب الفريق بعد رحيل حسام حسن. أما في بيراميدز رحل الفرنسي ديساب وتولى أنتي تشاتيتش تدريب الفريق، كما تولى محمد حليم تدريب حرس الحدود بعد رحيل طارق العشري لتولي قيادة المصري. وفي أسوان رحل مجدي عبد العاطي وتولى أحمد كشري بدلا منه. وفي وادي دجلة رحل تاكيس جونيوس عن الفريق وتولى مواطنه بابا فاسيليوس. وفي طلائع الجيش رحل طارق يحيى وتولى عبد الحميد بسيوني مهمة القيادة الفنية. أما في الجونة عاصمة المتعة والجمال رحل الصربي نيبوشا وتولى البرتغالي بيدرو بارني المهمة. والآن وبعد رحيل هذا الكم الهائل من المدربين، يطرح السؤال نفسه عن أسباب تلك الظاهرة، وهل بالفعل هي السبب الرئيسي في النتائج السلبية؟ رجعنا مع حضراتكم مرة تانية. كابتن أيمن، اتكلمت على الحلقة الأضعف المدرب، الكابتن عبد الناصر اتكلم على الطموح بيرتفع وما فيش تارجت ثابت لمجالس الإدارة. عايز أكلمك على جزئية تانية ونتناقش فيها كلنا. الأندية الطبيعي أن أنا دايما الأندية بيكون ليها شخصية وليها كاركتر معين وليها أهداف معينة. اختيار المدرب من الإدارة، أنتوا شايفين أن ممكن جدا تقول أن الكابتن أيمن مدرب كويس، ممكن يكون مع طنطا مدرب كويس، لكن مثلا مع وادي الدجلة ما يمشيش عشان شخصية الناديين مختلفين؟ هل الكلام ده موجود في اختيار المدربين؟ والله ممكن، بس مش همشيها كده، همشيها الأندية الجماهيرية والأندية الهيئات والمؤسسات. في بعض المدربين ممكن ما يستحملوش الضغط الجماهيري وبالتالي مش هينجحوا في الأندية الجماهيرية، وفي مدربين تانية لا تقدر تشتغل في الأندية الجماهيرية وتنجح فيها. والأندية المؤسسات فيه نوعية مدربين تحب تشتغل في جو هادي شوية. دي نوعيه ودي نوعيه. دي نوعيه حضرتك بتتكلم من وجهه نظر مدرب، ان انت كمدرب ما بتحملش الضغط شويه. لكن انا بتكلم هل اختيار الاداره نفسها اللي بتختار مدرب بطابع وشخصيه النادي؟ مفيش معايير. بص حضرتك، مفيش معايير لاختيار مدربين خالص في مصر النهارده. خلينا نتكلم في نقطه، في حاجات تانية من غير ما نتكلم فيها او نغوط فيها بتبقى خاضعه لاختيار المدربين شويه، لكن لو انا هشتغل على امكانيات المدربين لازم نتكلم يا كابتن. احنا عايزين نتكلم فيها صراحه. انا بص هسيبها للكابتن عبد الناصر. لا انا بتكلم لا بقول لك ايه، بص احنا بنفتح مواضيع كلها بنتكلم. اصل هي معروفه، انت عارف المشكله يا كابتن. هي معروفه. اقول لحضرتك ايه، احنا ممكن نتكلم في مصر احنا عندنا مشكله واحد يعني نرتب المشاكل بشكل حلو قوي. طب ادينا حلول. مفيش يعني، ولا في ناس عارفه الحلول مش بس يعني مش عايزه تقولها وفي ناس شايفه ان الحلول ديت لا دي ممكن تضر بمصلحتي فمش هقولها. فخلينا نتكلم بكل امانه، احنا بنتكلم لمصلحه الكره مصر، احنا بنتكلم بنحاول دايما كابتن عبد الناصر ان احنا نحط بس رجلينا على الطريق الصحيح. فخلينا نتكلم بكل شفافيه. هنتكلم مفيش مشكله. هنقول لحضرتك ايه المعايير النهارده اللي بيتم عليها اختيار مدرب. هل النهارده بجيب الداتا او السي في بتاع المدرب ده بختارها بناء عليه نجح مع اشتغل في كام نادي ونجح في كام نادي؟ النهارده انا هدي نفسي على مثلا، مش هتكلم عن حد تاني عشان ما بيبقاش لي جرات فن. انا ايمن المزيني اشتغل في 6 انديه في الممتاز بيه، صعد باربعه. ما يستحقش النهارده ان انديه الدوري الممتاز تبص على الراجل ده ايه اللي عمله في الفتره الصغيره دي كسن صغير، وان انا اخوض التجربه معاه. اما هنرجع تاني لنقطه ان الناس مصنفه، ما هي دي النقطه برضه صعبه قوي، انك بتصنف ده راجل بتاع ممتاز بيه وده راجل بتاع ممتاز. لا ده يبقى كده بعد اذنك كابتن ايمن، يعني يبقى كده الانديه نصنفها ممتاز بيه ممتاز الف بقى. يبقى الانديه اللي بتصعد. لا ايوه، ما انا بقول لحضرتك بندور على النادي اللي بيصعد ده، يبقى ما ينفعش. الانديه بقول لحضرتك بتوفر على نفسها الانتقاد وبتوفر على نفسها الجماهير ان هي تهاجمها. بجيب الاسم الكبير وبحطه في النادي، هل هو هيقدر يخدمني في المرحله دي او بتاع المرحله دي معايا ولا لا؟ لكن انا جايب اسم. يوم ما الجماهير بتتكلم انا جايب اسم المدرب الفلاني هو اللي هيشيل المسؤوليه. بعد كابتن حسن شحاته. طب والاسم الكبير ده جه منين؟ كابتن حسن شحاته التاريخ الكبير اللي عمله مع منتخب مصر، هو كان بيدرب هو في الممتاز بيه مع المقاولين. لو ما تخطرش باختيار الكابتن حسن ما كانش بقى الكابتن حسن. كابتن حسن اختاروه مدرب منتخب مصر وهو مدرب في الممتاز بيه.
ده حقيقي. فبص حضرتك المعايير بقى والجراءه وان مجلس اداره لازم يكون جريء وياخد الخطوه في حاجه زي كده، وبرده خدها بمعايير، ما تاخدش اي واحد تشغل، لا شوف النهارده الريسي في بتاع الراجل ده اشتغل فين، الراجل ده نجح فين، وبعد كده قيم. طيب سؤال تاني انا باخد برده من كلامك وبتكلم، ما عندناش الانترفيو، يعني كل وظيفه في العالم بيبقى فيها انترفيو. انا شايف ان كمان المدرب لازم تعمل انترفيو مع رئيس النادي او الاداره، بتجيب انا بقول النهارده انا عايز مدرب، بجيب الكابتن ايمن مزين بعمل له انترفيو، والله يا كابتن انت بتشتغل ازاي، احنا شخصيه النادي عندنا 1 2 3، تقدر تعمل ايه الفتره اللي جايه علشان التارجت بتاعنا. بعديها بيومين ويبقى في اداره فنيه قاعده بتناقش الموضوع، بعديها بيومين الكابتن عبد الناصر اتفضل نفس الكلام، ويبدا في مقارنه ما بين، انا هتعرف على شخصيه الكابتن ايمن المزين من طريقه كلامه، من طريقه البرزنتيشن اللي بيعرضها، هو الراجل هيعرض 1 2 3، هل ده يتناسب مع النادي ولا لا، او نفس الكلام. يبقى عندي، اصل الناس بتقول انا عندي سي في 1 وعندي سي في 2 ورقه، لكن مش انا مش هعين الورقه، انا هعين الشخص، هعين الكاركتر دوت، فده اكيد برضو مش موجود. هو مش موجود، هو انا ما اعرفش هو موجود بره ولا لا، موضوع الانترفيو ده موجود اكيد موجود. لا في لا طبعا طبعا، يعني بتقول للمدرب اتفضل احنا اديك مفاجاه، موجود اديك مفاجاه، اديني مفاجاه. في مصر هنا في نادي واحد عملها الانترفيو ده، اعتقد وادي دجله، ديكيرنس اللي لسه صاعد للممتاز بيه فعلا. رئيس النادي استاذ خضر ابراهيم، اعتقد اسمه استاذ خضر تقريبا، عمل كده وقعد مع كذا، ومن ضمنهم قعد معايا على فكره، قعد مع كذا مدرب واتكلم معايا وبمنتهى الاحترام، اتكلم معايا واتكلم، هو حتى لما اعتذر لي قال لي ان انت طموحاتك اعلى من اللي انا دلوقتي عايزه، ده شيء محترم، انا جدا. مش عايزه دلوقتي، ده شيء محترم جدا، تكلفتك هتبقى عاليه عليا، ده شيء محترم يعني طبعا. بص الطريقه عادي، واصحابه بنبعت ونتكلم مع بعض، مفيش مشكله خالص. المشكله هنا في مصر يا كابتن هاني، زي ما حضرتك بتقول دلوقتي، لا المدرب مصنف ممتاز به، طب يبقى خلاص، يبقى الانديه اللي في الممتاز به تفضل في الممتاز به، محدش يطلع. ايوه ما تصعدش بقى، ما هي انت عايز تصعد، يعني انت مصنف نفسك رئيس نادي تلعب في الممتاز والمدرب ما يشتغلش غير ممتاز به، ما هو شوف المعايير غلط، انا بتكلم في المعايير دي غلط. لازم تدي فرصه لمدرب في الممتاز به، ولما لما تجيبه وتغامر بيه، ما هو كل المدربين، كابتن ايهاب جلال اول ما مسك ايه كان في الممتاز به، لما مسك تليفونات بني سويف وهبطت، لكن قيمه الناس اللي قيمته صح، قيمت شغله وشافت شغله 10 على 10، ابتدى يشتغل في انديه محترمه وكبيره وبتاع، وبقى كابتن ايهاب جلال. ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان انت قيم المدرب، شوف شغله عامله ازاي مع الفرق اللي هو شغال معاها، يعني زي ما انا مثلا اشتغلت مع اف سي مصر كابتن ايمن، مع طنطا، فرق لسه صاعده ولسه جديده في الدوري الممتاز، شوف شغلهم، هل شغلهم ده ما تشوفش النتيجه، لان النتيجه دي ليها عده عوامل، دي بتتغير، دي مجالس الاداره النظره بتختلف جدا، وانت زي ما قلت يا كابتن ايمن بتختلف في انديه شعبيه، ممكن الانديه الشعبيه بيبقى الاستعجال اعلى لان الضغوط الجماهيريه اعلى شويه، فبيبقى في اقالات بغض النظر يعني عن النتائج، ممكن تكون النتائج الى حد ما مهزوزه، لكن انت شايف ان المدرب ماشي على الطريق الصح، ما ده فرق برضه، الناس دي بتشوفها بالظبط، ده عايزه عين فنيه شويه يعني. ايوه هي عايزه عين فنيه. وبعدين يا كابتن هاني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، في امور تانية متحكمه في الموضوع، وكلاء اللاعبين، اصل ده قريب من رئيس النادي طبعًا. اصل ده قريب من مدير الكوره، في ناس مش هتدخلك النادي لما تدفع، بجيبها لك على بلاطه. ده من جوه النادي، من جوه، في ناس كده يعني، من جوه النادي يقول لك عايز تخش النادي عن طريق الوكيل بقى، يعني هي شغلانه، بص في كل حكايه، انا بكلمك يعني، انا بقول عشان تبقى الدنيا صريحه وواضحه يعني، الناس برضو الناس لازم تعرف الكلام دوت، بيحصل ان انت بتروح نادي والنادي موافق على كل حاجه، لكن لازم تدفع لحد جوه النادي، لحد معين، عشان ممكن الحد ده جامد وممكن ما يدخلكش النادي، يعني كمان ممكن يعني يا هتخش يا هتمشي، يعني تدفع يا تمشي بمعنى اصح. لا امور صعبه، الامور صعبه. طب هخش في نقطه ثانيه يا كابتن ايمن، وبنتكلم الايجنت، وكيل اللاعبين والمدربين دلوقتي. الايجنت ما كانش موجود في مصر قبل كده بالشكل الموجود دلوقتي، يعني عمليه الاحتراف دخلت وبدا الايجنت يشتغل. انت شايف ان دوت سبب كبير في تغيير المدربين، يعني وكلاء اللاعبين من خلال علاقاتهم برؤساء الانديه، علاقاتهم بمجالس الاداره، هو اللي بيزن مثلا على ودان رئيس النادي يقول له لا الموضوع ده مش هينفع، فده بيكون ضغط اخر، حتى لو مش نادي شعبي، يكون ضغط اخر على رئيس النادي عشان يغير مدرب
نتيجة لمصلحة للإيجنت؟ ده بنسبة كبيرة طبعا، بس أنا هقول برضو نقطة عليهم إن هما بيشتغلوا برضو مع المدربين الكبار والمعروفين، يعني هو ما بيضحيش إنه يشتغل مع مدير فني لسه صغير أو لسه طالع واسمه كويس ويشتغل معاه ويروح يعرضه على النادي ويضغط على النادي، لا هو برضو بيشتغل مع الأسامي اللي موجودة هي اللي في السوق عشان برضو يقدر يشتغل. يعني كمان هو الايجنت بيشتغل بينقي الاسماء الكبيره لكن ما يجيش لواحد لسه عشان دي اللي مضمونه هتشتغل. ما خلي بالك ما فيها رزق، ما انا ممكن جدا اشتغل مع واحد لسه طالع وعامل شكل كويس، انه النطه الكبيره دي هتفرق معاه كمان في الفلوس، فهو هيكسب. يعني عايزه نوع من انواع الريسك شويه، هي عايزه ريسك. هي بص يا كابتن هاني، هي كلها حلقه مرتبطه ببعضيها، يعني رئيس النادي او مجلس اداره النادي لازم ياخد الريسك، معاه الايجنت لازم ياخد الريسك، لكن هما بيستسهلوا. هما خلاص احنا زي ما قلت لحضرتك احنا ماشيين في شطرنج، هتلاقي المدرب كابتن ايمن يعني كمل هو اللي انا قلته. المجالس بتريح نفسها وتريح دماغها، بجيب مدير فني انا جايب لك اسم مدرش مش هتكلم فيه، انا جايب لك فلان الفلاني اكبر اسم في مصر هتتكلم معايا في مين، هجيب لك مين ديني. فبقول لحضرتك هو الوكيل دايما بيستسهل برضو الامور. انا نفسي كان في بعض الانديه سبب مشاييني منها وكلاء نادي طنطا، وانا موجود مع مجلس الاداره كان بيجي له سبب مشاينك وكلاء من انديه كنت موجود فيها، يعني الرجاء سبب مشاياني بعد ماتشين في الدوري الممتاز وكلاء. وكلاء بمعنى ان هو الوكيل بيروح هو اللي بيروح رئيس النادي يقول له غير، طبعا بيعرضه وبيكلمه مدربين وتليفونات وناس ثانيه غير، وما انت كده هتقع انت كده، وبرضه بيقعوا في الاخر بيقعوا مش ايه التغيير اخره ايه. وبرضه في الاسيوطي نفس الكلام، وفي الشرقيه حصل معايا الافلام كلها، الفيلم كبير جدا معايا في الشرقيه بعد ما كنت خلاص مديت العقد ومسكت الفرقه. اكيد 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 عمليه احباط رهيبه والله، يعني طبعا يعني ربنا رد الفعل رد الفعل عليكم بيكون اكيد بيكون سلبي، وبيبقى الموضوع بالنسبه لكم صعب جدا انك أكيد. انك بتحاول بقدر الامكان، وان الامور خلي بالك اصل اقاله او استقاله مدرب دوت عليها عوامل كتيره جدا جدا، فممكن نتكلم فيها كتير، لكن انا عايز احط ايديا على الحاجات اللي انتوا حسيتوها اللي انتوا عشتوها. انا هتكلم معاك في النقطه كابتن هاني، انا لو دورت على فلوس كانت عرض عليا عروض في الممتاز بضعفين وثلاث اضعاف مرتبي في طنطا. يعني اتعرض عليك في احد الانديه ببادجت اعلى في نادي واثنين وثلاثة وبس، انا ما بصيتش الموضوع، انا حبيت اوصل بس اكيد انا عارف انديه اعتقد الانديه اللي بتدفع كويس سيراميكا واليعني اللي عايزه تصعد قناه سيراميكا. الموضوع كان بالنسبه لي برضو عايز اقول للناس ان انا مدرب كويس، ان انا اقدر اشتغل عندي شغل، وان انا اقدر اشتغل ممتاز الف رساله عايز اوصلها بس، وبتهيألي ان انا الحمد لله يمكن وصلتها في الفتره طب. يمكن انا الفتره اللي كنت موجود فيها طنطا ما نزلتش من الثلاث فرق الاخرى الا بعد انا مشيت حقيقي، ده يعني احنا لغيت لما انا مشيت وبعد المباريات عملت مباريات بشكل كويس واثنين عليك حتى في يعني في عدد النقط اللي مسكتها في الماتش الواحد في الدوري الممتاز يا كابتن، خسرت في الماتش بيصيطك الماتش الوحيد اللي كان ممكن يعني قريب منك اللي كان مع كابتن عبد الناصر، يعني ده اللي تعتبر خسرته. انا خسرت اهلي زمالك بيراميدز مقاولين انتاج حربي، وكابتن عبد الناصر كان ماسك في مصر، ده الماتش اللي ممكن تقول ايه عشان فرقه كانت قريبه منك كانت قريبه منك فما ينفعش ان انا كنت اخسر، لكن بقيه المباريات كلها طبيعيه يعني جدا. الفروقات الفنيه وفروقات بدنيه ويعني النهارده طنطا وصلت المركز الاخير اربع خسائر واربع، انا ما خسرتش ماتشين واربع غير من الاهلي والزمالك، فكل دي امور اتقيمت بناء على ايه؟ يعني بس علامات كلها علامات استفهام. يعني انت بتقول عمليه تقييم المدرب غير لا طبعا مش فنيه، غير يعني مش موجوده اصلا عشان اقول لك يعني مش موجوده. طيب كابتن عبد الناصر، عايزين نحط بعض الحلول، يعني احنا بنتكلم في مشاكل كتيره وبنتكلم ان احنا عندنا 1 2 3 الرؤيه الفنيه مش موجوده، يبقى انت لازم تتكلم، لازم يبقى في لجنه فنيه. يعني خلينا نتكلم نقط اللي احنا اتكلمنا فيها. احنا اول حاجه قلنا هو الحلقه الاضعف او الحلقه الضعيفه في المنظومه، فده ممكن نظبطها زي من خلال عقد، ممكن نظبط الموضوع ده، هل من خلال يكون عندك تتفق على فيجن او تتكلم على بروجكت، تتكلم على مشروع، ان انت ما ينفعش انا عايز اشتغل معاك، لا انا هشتغل معاك 3 سنين عشان اوصل للنقطه اللي انت عايز توصل لها، وما ينفعش خلال ال3 سنين تسيبني، لو سبتني هيبقى في شروط جزائيه عنيفه شويه فعايزين نقول حلول. يعني انتوا شايفين من وجهه نظركم ان ايه القصه تتحل تبقى افضل من اللي عليه دلوقتي ازاي؟ انا شايف ان في اول حاجه في كل نادي لازم يبقى في لجنه فنيه موثوق فيها جدا بتقيم المدرب صح، ويبقى في زي ما حضرتك عارف المسطره اللي هي بتحط ايه، احنا عايزين احنا هدفنا كذا،
يبقى المدرب اللي احنا هنجيبه لازم يبقى شروطه كذا، 1 2 3 4. دي مهمة جدا، لكن اختيار المدربين كده حسب الوكيل ما بيكلمني ويقول لي وشوف ده كويس. طب ما هو انت برضو انت كرئيس نادي او كمان يعني ده كويس، انت قيمه انت برضه، انت يعني انت شوف قيم ما بين ده وما بين ده، مش شرط ان ده اشتغل في الدوري الممتاز كتير هيبقى كويس. طب ما انت قيم اللي برضه اللي بيشتغل. يعني مثلا هقول لحضرتك حاجة، ممكن واحد يمشي دلوقتي من الدوري الممتاز من الاسماء الكبيرة، يمشي بكرة تلاقيه بعد بكرة في نادي تاني. طيب انت مش شايفه السنه دي مثلا ممكن يكون مش موفق او مش ماشي كويس، او هو ممكن ما يمشيش معاك في النادي بتاعك بالسيستم اللي انت عايزه. انا ده اللي انا بتكلم فيه، ان لازم يبقى في لجنه فنيه موثوق فيها تماما، تمام، تقعد تحط معايير للمدرب اللي هتختاره للنادي بتاعك. طيب دي نمره واحد، دي لجنه الفنيه، تحديد الهدف، تحديد ما بين الهدف المدرب، ما بين المدرب وما بين اداره النادي. تمام. انا هشتغل على اي هدف؟ ايه هشتغل على مربع، هشتغل على مركز في النص، هشتغل على ان انا ما انزلش وما هبطش. دي كلها بتتفق عليها وبناء عليه بتحط شروطها وتعمل العقد بناء على الكلام ده، واشتغل معاك السبب. ما جيش بعد ماتشين بعد 3 ماتشات ما فيش مشكله بالنسبه لي، واضغط عليك وازهقك، ودي بتحصل كتير في انديه كتير في مصر، في مكافئات ما تطلعش، فلوس ما تطلعش، مرتبات ما تطلعش، ما تلاقيش ادوات، ما تلاقيش في الاخر عشان انت تاخد بعضك وتمشي. يبقى انت حضرتك بتتكلم على التارجت الهدف، والهدف مرتبط بامكانيات. يعني انت ما تجيش تقول لي انا دلوقتي عايز ابقى في المربع الذهبي وانت امكانياتك الماديه ما تقدرش تجيب لعيبه، ما تقدرش تعمل فتره اعداد بشكل كويس. فانت كابتن بتتكلم على الهدف مرتبط بالامكانيات، وفي خلي بالك برضو انتوا ناقشوني في الكلام ده، بعض الانديه الشعبيه عندها المشكله ديت اللي بتوصل للجماهير، الجماهير معذوره. اذا كان الاتحاد السكندري نادي كبير، اسماعيلي نادي كبير، نادي المصري نادي كبير، لكن هتتكلم على وجود احد الانديه دي في المربع الذهبي كان موجود امتى، او تمثيلها على مستوى الافريقي امتى؟ رجل اعمال عشان امكانيات، امكانيات الماديه. يعني هي بنتكلم على هدف. فكمان انا بعذر الجماهير لانها طموحاتها بتعلى، لان اسم النادي كبير، فبيبدا المسؤولين لا احنا السنه دي ان شاء الله هنبقى في المربع الذهبي. طب التصريحات اللي بيطلع بيها رئيس النادي، والتصريحات اللي بيطلع بيها عضو مجلس اداره او مدير كوره، لازم تكون بناء على يعني على ارض صلبه، زي ما معطيات قدامك، على معطيات قدامك تقدر تقول الكلام دوت. فاعتقد دي نقطه كمان مش موجوده عندنا، مش موجوده عندنا. طيب كابتن ايمن، في حديثك كنت بتتكلم ان في مدربين مصنفين ان فلان الفلاني، كابتن ايمن المزين، كابتن عبد الناصر، مدربين مميزين جدا، والكابتن ايمن المزين عنده قدره على الصعود، انك تقدر تصعد فريق للدوري الممتاز. طيب في الدوري الممتاز هل في تصنيف للفرق يقول لك والله الكابتن عبد الناصر ده ينفع لطنطا بس ما ينفعش لسموحه، او ينفع للاسماعيلي لكن ما ينفعش في المصري؟ التصنيف ده موجود، يعني موجود في الانديه الدوري الممتاز؟ ده اللي حضرتك قلته، لو حصل الانديه بتحدد الهدف بتاعها كانديه. يعني لا انا اقصد ده موجود، انتوا حاسين ان ده موجود؟ لا مش موجود. لا لا خالص. بدليل انديه كتير النهارده بيشتغل في انديه جماهيريه، وتشتغل في هيئات خاصه، وتشتغل في مؤسسات، كل ده بيتنقلوا. فمفيش تخطيط معين للموضوع ده. لكن لو حضرتك قلت على الكلام اللي يتنفذ، ان انا النهارده بقعد مع المدير الفني وبعمل مقابله وبناء عليه على فكر النادي وطريقه النادي واسلوب النادي، ديت بقى تفرق بقى في المدربين. في مدرب هينفع هنا ومش هينفع هنا. هي الحاجه الوحيده اللي موجوده في الموضوع ده حاجه واحده، ان دايما يقول لك اصل المدرب ده لو اشتغل في نادي مش جماهيري، نادي شركات، هينجح فيه. لو اشتغل في نادي جماهيري ما بيستحملش. هي بس في الحته دي اللي موجوده. لا وفي حته ثانيه اقولها لك، موضوع الكيمياء، يقول لك المدرب ده كيميته حلوه. مش راكبه انا حاسس موضوع الكيمياء ده برضو، يعني في لفظ طلع اليومين دول او متدرج، اصل فلان الفلاني كيميته تمشي مع ده، وكيميته تمشي مع ده. الكلمه مش جديده بالنسبه لي، مش من ناحيه فنيه قوي، لكن ممكن جدا لو اتكلمنا ان كاركتر المدير الفني ده ماشي مع كاركتر الفرقه ديت، لكن مش كيمياء. لا ودايما ومش دي قاعده ثابته، دي مش قاعده ثابته. في انديه من نوعيه الادارات، مجلس الادارات من النوعيه اللي ما بتحبش اثاره المشاكل، او مشاكلها تبان بره. بمعنى ان ممكن يبقى في خلافات وفي مشاكل جوه في النادي، بتبقى مقفوله جوه النادي ما بين المجلس وما بين المدير الفني، ويبقى مقفول ويتحل جوه. في مديرين فنيين مش كده، في مديرين بيحبوا يزيروا المشاكل وصداميين، في انديه ما تحبش المدرب الصدامي. يعني بيختار كمان المدرب ده مدرب صدامي ولا مدرب يحتوي الضعف. انا من النوعيه اللي ما بحبش الصدام، مش صدامي، ما بحبش اعمل مشكله، ولو في مشكله ما بظهرهاش. بتحلها في اوضه مغلقه مع رئيس النادي. لا بس المشكله برضو ان مجالس الاداره بتعتبر المدرب الصدامي، يعني
انا راجل مثلا لما بشوف مشكله عايزها تتحل بسرعه، فلما بتكلم معاهم انا ما بظهرهاش بره، لكن بتكلم مع مجلس اداره. مجلس اداره مش عايزك كل شويه تصدر له مشكله. طب ما هي مشكله عندك، مشكله في الفرقه، مشكله ماديه. يعني ما بحبش المدرب بيعمل له صداع بمعنى صح، او اللي بيجي في صف لعيبته شويه. برضو. طب ما دي نقطه مهمه يعني برضو. معلش يعني انا اللعيب ده، ما انا اللعيب ده عشان لما ينزل لي، انت عارف يا كابتن هاني، لازم ينزل لي صافي الذهن تماما، مش كل يوم يجي لعيب يقول لي اصل انا ما خدتش فلوسي، اصل انا ما خدتش فلوسي، اصل انا ما خدتش فلوسي. ما انت برضو دي نقطه مهمه. انت اكيد انا من نوعيه المدربين اللي بتقف جنب لعيبتها بالظبط نمره واحد، لان هو ده الاداء بالظبط اللي بقى كبير. لكن على الناحيه الثانيه، هل في لعيبه بتمشي مدرب؟ اكيد طبعا. كتير طبعا. كتير طبعا. طبعا اكيد طبعا. يعني لا، في لعيبه، ما اصل احنا في لعيبه بتبقى قريبه قوي من مجلس الاداره، بيبقى اتنين تلاته اللي هم عظمه تقيله في الفرقه، ولو المدرب ما لاعبهمش هم اللي بيصدروا له مشاكل، وللاسف مجلس الاداره لو بيسمع. لو اللعيب خد رقم رئيس النادي شكرا، تاكد ان الفرقه بسط. بس فدي حاجات ما ينفعش، لازم اللعيب يبقى تعامله المباشر هو مدير فني. يعني انا مثلا في لعيب اروح ايه ما عجبنيش شخصيته جوه الفرقه، وعارف انه بيوقع مثلا، حصلت لي بيوقع بين اللعيبه وبيوقع بين المدير الفني واللعيبه، ويقعد يقول عشان ما بتلعبوش مثلا، عشان ما تلعبوش انت مش مقتنع، او مثلا هو ليه طريقه، مثلا انا ما بتمرنش بس عايز العب، وانا مثلا من الشخصيات لا تتمرن كويس تلعب كويس. في مدربين بيقول لك لا عادي مفيش مشكله، لكن انا كده. ده بقى بيبقى مثلا مع مجلس الاداره او حد تقيل في مجلس الاداره، ويقعد بقى يقول له اصل الكابتن عمل، اصل الكابتن سوى، وهم يضغطوا عليك لاعبه، وانا اقول لهم لا مش يعني كمان ضغوط من مجلس الاداره انك تلعب بتحصل. فلان بتحصل، فتفضل المشاكل قائمه لغايه لما تمشي. الحاجه الثانيه اللي كنت عايز اقولها عليها يا كابتن هاني، لازم اتحاد الكوره يحدد للمدير الفني مش اكتر من فرقتين في الموسم. دي مهمه جدا. مهمه جدا. هتلاقي في اسماء كتير طلعت وظهرت، في ناس كتير هتاخد فرص كتير، لكن مدرب يتنقل بتلات اربع فرق في موسم، لا كتير قوي بصراحه. انتقالات المدربين لاربع فرق في الموسم دي، انا يمكن كنت قلت حل من الحلول ان ده بيجي من اتحاد الكوره، يا جماعه المدير الفني لا يحق له الانتقال لاكتر من نادي خلال موسم واحد. يعني انت دلوقتي كنت ماسك فرقه اكس، خلال الموسم تم اقالتك او استقالتك، يبقى عليك انك تقعد لنهايه الموسم عشان يجي لك نادي جديد. دي اولا عندك حاجتين. الحاجه الاولانيه هيبقى الف علامه استفهام على ان الادارات بتستعجل جدا على اقاله المدرب. يعني خلاص انا هجيبك، ففي واحد هم ساعات المدرب بيمشي هم اوريدي متفقين مع مدرب تاني. الجزء الثاني كمان انك تدي تطلع بقى مدربين كمان مظلومين. يعني انت قاعد مستني لاقي الدايره ده خرج من هنا دخل هنا خرج من، لا يبقى الناس كمان وسعت. اللي مش شغاله الناس، يبقى وسعت قاعده مدربين بتاعتك بشكل اكبر. صح. عندك قاعده واسعه جدا من المدربين، وانك بتدي فرص مش هقول المدربين الشباب، لكن المدربين خلاص بقى 50 سنه بقى شباب. 50 سنه يا كابتن. 50 سنه بقى شباب. ده حقيقه كابتن ايمن اصغر مننا، خلي بالك. يعني كابتن ايمن يبقى نديله فرصه بقى شباب، نديله هو الشباب. لا فبقول لك كمان ده ممكن ده يكون حل من الحلول، انك اتحاد الكوره بيحط بند زي دوت. اولا هتوسع قاعده المدربين، ثاني حاجه هيبقى عندك فرص كبيره جدا المجالس الاداره تاخد، يعني تبقى تقيله ما تاخدش القرار بتصور. وبرده القرار لازم اللعيب بقى الانديه ما يجيش النهارده مدرب بعد ماتشين ثلاثه اقيله. لا لازم يبقى قرار زي ما هو المدربين برده يبقى الانديه، ان ما يسمحش النادي باكتر من مدربين او اتنين في الموسم. بالكتير اتنين. بالكتير يعني يدرب فرقتين بكتير في السيزون. يبقى هو برده نفس القرار. دي بصراحه فكره كويسه برده من الكابتن. فكره كويسه جدا، لان خلاص انت هتجيب واحد هيستمر معاك لنهايه الموسم بالظبط بالامر. وكمان خلي ده هينعكس عليك ان خلاص انت بقى الحته، هرجع للحته بتاعت اللعيب، مش هيقدر يظهر عندك لعيب. أيوة. لانه خلاص كده كده انا موجود. ونقطه ثانيه يا كابتن، ان انا هدقق قوي النقطه اللي حضرتك قلتها، هدقق قوي في اختيار المدرب. اختيار المدرب طبعا. يبقى النهارده مش هجيب اي حد، فلان كلمني خد المدرب الفلاني هاخده، لا يبقى انا النهارده بقيم كابتن هاني، لا السي في بتاعه كويس، لا يبقى خلاص يبقى ده اللي هيجي معايا، يبقى دقق قوي في اختياري، يبقى هيكمل معايا موسم اطول فتره في خلال الموسم.
واطول فتره في خلال الموسم عندك استقرار فني صح. عندك استقرار اداري لان دايما المدربين واحنا مريت وانا كنت مدرب وعارف دايما مع النتائج تتهز شويه انت غصب عنك بتبدا تفكر تتوتر وبالتالي هتوتر اللعيبه واللعيبه هتفكر اصل خلاص احنا المدرب قرب يمشي اصل بيتكلموا مش فارقه معانا وبعدين مش فارقه هتخش في لا مبالاه فالنتائج هتسوء اكتر لكن حضرتك بتتكلم عليه مهم جدا الاستقرار النادي واستقرار اللعيبه. طيب احنا كمان كنا بنتكلم ان الدوري المصري لازم يكون دوري اقوى لازم يكون دوري منتظم بشكل احسن علشان نطلع لعيبه على مستوى دولي تمثلنا في منتخب مصر. طيب احنا ليه ما بنفكرش ناحيه بالنسبه للمدربين يكون عندنا قاعده مدربين كبيره تتعامل بشكل افضل تاخد خبرات اكبر عشان يطلع عندنا مدرب مصري يعمل انجازات. انت خلي كل الانجازات اللي حصلت في تاريخ الكره المصريه كانت مدربين مصريين يعني يمكن مارك سميث بطوله كانت موجوده على ارضنا كان كابتن محمود الجوهري والكابتن حسن شحات. فعايز اتناقش معاكم في النقطه دي ليه يعني ايه اللي يتعمل علشان يبقى عندنا كمان مدربين انا هسميهم شباب واحنا عندنا امثله كتيره يمكن عماد النحاس موجود وعندنا احمد كشري موجود مجدي عبد العاطي كان موجود قبل كده في اسوان كلها مش هقول شباب بمعنى ان هم عندهم 30 سنه لكن صاعدين يعني فليه ما نوسعش القاعده ديت من خلال اتحاد الكوره من قرارات من افكار حضراتكم تقولوها. كابتن انا من الناس اللي من النوعيه اللي بحب اطور نفسي باستمرار انا بقالي فتره يعني انا واخد حوالي 22 دوره تدريب بدور الفتره الجايه ان انا اطور نفسي في مصر بدور بكلم دكاتره في التربيه الرياضيه ودكاتره في اتحاد الكوره ودكاتره موجودين من اللي كانوا بيدونا محاضرات في الدورات اللي انا بناخدها عايز اطور نفسي عايز اخد اعلى من المستوى اللي انا فيه. طب اعمل ايه؟ مفيش اجابات ولو الحاجات اللي بتجي لك انت عديتها بمراحل يعني الحاجات اللي بيبعتها لك عديتها بمراحل. فالنهارده اللي انا سعيت ليه الفتره اللي فاتت انا بدات مكالمات مع نادي من انديه القمه ان انا اعمل معايشه معاهم مع مدير فني الاجنبي الموجود عندهم بحيث ان انا اخد الفكر الراجل الموجود اتعايش مع النادي ده في بطولاته في تعامله مع اللعيبه بحيث ان انا اطور نفسي وبرده في نفس الوقت بحاول ان انا اطلع اعمل معايشه بره خارجيه الفتره الجايه بحيث ان انا اطور نفسي. بس ده كابتن خلي بالك كوست كبير قوي طبعا. وخلينا نتكلم انت لو عايز يعني حضرتك بتتكلم على تطوير المدرب زي ما بنتكلم على تطوير اللاعبين نتكلم على تطوير المدرب وده الاهم في وجهه نظري. انت هتطور مدرب طبعا. يبقى المدرب هتطور لعيب. فانت كابتن عبد الناصر شايف ده ممكن يتعامل ازاي؟ اللي عمل انا هقول لحضرتك اللي عمل حته تطوير المدرب دي اول واحد عملها عندنا بصراحه سياده المشير طنطاوي الله يمسيه بالخير ويدي له الصحه. خرجني انا وعبد الحميد بسيوني واحمد ايوب لما كنا في حرس الحدود وطلائع الجيش اول ما اعتزلنا طلعنا خدنا الرخصه بي وايه من بره. برافو حلو قوي. من اوروبا. واخدناها يعني اخدناها مرتين. وافريقيا كمان. وافريقيا. خدناها هنا في افريقيا واخدناها من اوروبا. فدي فرقت معانا كتير جدا جدا انا شفت بره يعني حاجه ثانيه فعلا حاجه ثانيه شغل ثاني ودكاتره بيدوك حاجات مواد علميه ده كان في محاضره يا كابتن هنا اكيد حضرتك عارف الحاجات دي طبعا كنت بره كتير. كان في محاضرات عن الاسترتشات بس طبعا استرتشات بس ازاي تعمل استرتش صح للاعب الاطالات اللي احنا هنا بنتهاون بيها واللعيبه بتتهاون بيها انا كل دي الحاجات دي بنقلها للعيبه بتاعتي دلوقتي. فاحنا فعلا زي ما الكابتن ايمن بيقول الحاجات دي مهمه جدا ان انت تطوير المدربين ده يعني انا بقول لك لغايه دلوقتي انا يمكن خدت اللايسنس من المانيا انت بيديك يعني زي باسورد كده بتخش بيه لو عايز تخش كل يوم بيديك برامج تدريبيه احدث برامج تدريبيه وبعدين بتخش لايف مثلا بتختار مثلا عايز اخش اتفرج على لايبزيج وهو بيتمرن بتدوس على سايد تخش بتشوف تدريب كانك عامل معايشه معاه اكنك بتتفرج كمان على الحاجات الجديده غير بقى الحاجات الايميلات الجديده بيبعت لك فورمات وبيتكلم على من سن مثلا 5 سنين لحتى الفريق الاول انت حتى هو ما يعرفش انت بتشتغل في انهي قطاع هل انت بتشتغل في قطاع الناشئين هل انت فريق اول فعندك القاعده واسعه جدا. تطوير المدربين في المانيا واحنا شايفين يعني الدور قبل النهائي في بطوله اوروبا كان فيه 3 مدربين من المانيا فتطوير المدربين ده كمان انت بتشتغل شغل كبير جدا عشان يبقى عندك مدربين عندهم مدرب عنده 32 ولا 33 سنه يليان دوت بتاع لايبزيج وصل قبل نهائي شغل ممتاز بطوله اوروبا فاهم. فتطوير المدرب انا في رايي وده برضو يعني يقع على المدرب نفسه ان هو ما بيحاولش يطور نفسه صح
وجزء تاني بيقع على خلينا نتكلم اتحاد الكرة والأندية. يعني اتحاد الكرة الأول. اتحاد الكرة طبعا انا شايف يعني المدرب برضو مظلوم، في مدربين بيحاولوا مش لاقيين، مش لاقيين فعلا. احنا بنحاول، احنا في ناس كتير بتحاول فعلا زي ما الكابتن امام بيقول والله، بس ما بنلاقيش نعمل ايه مش عارفين. يعني احنا بقى باجتهادنا الشخصي، يعني زي ما الكابتن امام بيكلم حد انا بكلم حد، بتشوف طريق انت عايز تشوف طريق معين تخش فيه ومش لاقي، يعني مش لاقي يعني. فده مهم كمان، نتمنى ان كمان اتحاد الكوره يكون دي تقع على مهام المدير الفني لاتحاد الكوره. المدير الفني لاتحاد الكوره المفروض هو كمان بيساعد العمليه لتطوير المدربين، وده شيء مهم جدا. ليه لا ان احنا نجيب ناس يعني خبر من بره، نعمل سيمينار كبير جدا مرتين ثلاثه في السنه للمدربين المصريين اللي عايزين يتعلموا، ويبقى فيها فيز يا عم مش مشكله. انت بيحصل. لو لقيت طريق كان بيحصل الموضوع ده فترات قبل كده، لكن حاليا لا مفيش كلام. ما بقى لها فتره طويله مش كان فعلا. انا فاكر وانا بلعب كوره في اخر ايام، يعني كنت بحاول اخد دورات عشان استعد للتدريب. طبيعي. كانوا في دورات بسميها الدوره الدوليه مثلا في نادي المقاولين العرب، الدوره الدوليه مش عارف، كان بيجي مدربين اجانب حاضرين. بس دلوقتي مش عارف ليه يعني. طبعا انا ما بتكلمش على فتره الكورونا، بتكلم قبل كده يعني. بقى لها سنين ما بتحصلش، 6-7 سنين. دي طبعا مهمه جدا، اكتفوا تقريبا باللايسنس والحاجات دي وبس، يعني ان في محاضر بيجي من الاتحاد الافريقي بس، لكن ان مدربين دوليين او محاضرين دوليين بيجوا من بره دي ما بقتش موجوده بقى لها سنين. ده مهم جدا ان احنا كمان نستفيد من الحته دي. طب تعالوا نشوف راي الجماهير المصريه في الملف اللي احنا بنتكلم عليه. يعني معانا تقرير عن تغيير المدربين في مصر بشكل سريع وكتير، مع نشوف راي الجماهير فيه ونرجع مع حضراتكم. تغيير المدربين ده ممكن ينتج عنه ان هو لو مدرب مثلا بيحط خطط بالبلانز بتاعته بيخلي ممكن اللعيبه مش بتفهم بعض اكتر، فبالتالي لما انا اخد لعيبه من كل فريق عشان اعمل منتخب فنسبه التفاهم ما بينهم او مش هتبقى كويسه. ما ينفعش ان انا احكم عليه من اول ماتش او ماتشين او اول موسم عامه يعني. لا طبعا هي ظاهره مش كويسه، وطبعا بتاثر على مستوى اللعيبه ومستوى المنتخب الوطني كل الكلام ده. طبعا اي تغيير بيترتب عليه طبعا حاجات سلبية بتأثر على مستوى اللاعبين، المستوى طبعا بيتغير من لاعب للتاني عقبال ما بيفهم المدرب الجديد والكلام دوت. لازم كل واحد ياخد فرصته وكل واحد ياخد وقته في النادي عشان يعرف برضه يشوف العناصر اللي تحت ايده ماشيه ازاي. طبعا ظاهرة سلبية جدا، لان اولا المفروض المدرب هو اللي معاه تشكيله اللعيبه، هو اللي بعرف طريقتهم واسلوبهم وكان محافظ كمان شكلهم وطريقتهم في الملعب، لان تغيير المدرب مع تغيير الاداء بيحس ان الفريق يعني الفريق مش ظابط. فتغيير المدربين كتير ده بيأثر على مستوى اللعيبه، وبيأثر ان اللعيبه ما بتلحقش تفهم المدرب، ولا المدرب حتى يقدر يفهم ويقدر يعني الخطه بتاعته يقدر اللعيبه تستوعبها. لان المدرب قبل ما يعرف اللعيبه اللي هو التفرقه بتاعته تاخد وقت طويل عشان يثبت 11 لعيب يكونوا بفرقه اللي هو يلعب بيها الدوري او يواجه بيها الفرقه الثانيه في المنافسه في الدوري، دي بتاخد معاه وقت طويل. هو للاسف ده غلط، لان الاستقرار بيؤدي لنتيجه. وليه ما يكونش للمدرب وقت معين نديله فرصه مثلا؟ يعني افكك في الاولى يبقى الثانيه يبقى الثالثه وهكذا. انا شايف ان دي فكره مش كويسه، المفروض اي حد يكمل مدته على الاقل يقعد العقد بتاعه يبقى سنه او سنتين يخلصها وبعد كده نشوف واحد غيره يعني. رجعنا مع حضراتكم وملف تغيير المدربين. كابتن ايمن، التقرير تقريبا الناس يعني الناس واعيه شويه للكلام اللي بيحصل وعارفه يعني بعض النقاط اللي احنا اتكلمنا عليها، لكن خلينا اتكلم من خلال متابعتك للدوري السنه دي، انت شايف مين المدرب اللي اتظلم في الاقاله غيرك طبعا وغير الكابتن عبد الناصر؟ انت شايف ان كان فرقته ماشيه بشكل كويس وتم اقالته؟ يبدا كابتن عبد الناصر. لا مش دعوه كابتن عبد الناصر. لا من الواضح كان عامل، بقول يبدا كابتن عبد الناصر بيرمي عليك الاسئله الصعبه. لا خالص، انت من وجهه نظرك يعني مين كنت، خلينا نفتحها شويه، مين المدربين اللي انت كنت شايف انه مدرب كويس قوي والنادي استغنى عنه ان جنرال، خلينا نتكلم الموسم ده او الموسم اللي فات، انت كنت شايف لا
الاداره الفلانيه. انا كنت شايف دي صبر مدرب بيراميدز. مين دي صبر؟ دي صبر انا شايف مدرب كويس جدا. يمكن فنيا لما بتكمل يا كابتن، انت حضرتك مدرب كبير طبعا، وانت واقف على الخط بتحس انك بتلعب مدرب، فهو مدرب كويس جدا. دي صبر اعتقد كمان اداره الفنيه للاسماعيلي. كان مسك الاسماعيلي يعني هو اتظلم في الاسماعيلي ولا اتظلم في ايه؟ لا هو مش في الاسماعيلي، هو كان الاسماعيلي ماشي اول وجاله منتخب اوغندا تقريبا وسافر وراجع على بيراميدز. يعني انت شايف دي صبر من المدرب. بس انا كنت سامع ان في الاسماعيلي كان عنده مشكله برضه. كان عنده مشكله وكان عايز يمشوه فعلا. يعني انا كان يعني انا سمعت نفس الكلام ان هم كان عندهم بعض المشاكل وان هو جاله العرض دوت فقال خلاص انا اوكي قبلت. هو دي صبر. دي صبر يعني هو اكتر واحد بصراحه. انا دي صبر ده معجب بيه جدا. مدرب بحس انه مدرب شخصيه، وهو حتى وهو واقف على الخط يعني. واللي زيه فايلر مدرب الاهلي، بحس انه شخصيه وهو واقف على الخط، هدوءه بيعجبني. انت هتخلص حضرتك؟ لا لا لا، انا بتكلم الشخصيه، بحب يعجبني في شخصيته، هدوءه وهو واقف على الخط. هو وكارتيرون بصراحه الاثنين بيعجبني. طب خلينا اتكلم معاك برضه في شخصيه المدرب. في ناس من انا اعرف ناس من مجالس اداره بعض الانديه يقول لك انا ما بحبش المدرب اللي بيبقى هادي على الخط، انا عايز مدرب بيبقى لازم يبقى بيتنطط. انا سمعت الكلام دوت بنفسي. فعلا. تحديد الشخصية ممكن جدا، بقول لك ممكن جدا يكون مدرب هادي. ردود افعال الجماهير تقول لك ده واقف ما بيعملش حاجة على الخط. وفي مدرب بيبقى عايش مع الماتش شوية وسخن وبتاع، فالناس تقول لك هو ده المدرب كويس. يعني حتى تقييم المدرب من خلال وقفته في الملعب. انت ممكن تعيش مع الماتش. انا طبيعتي ما بقفش على الخط. يعني كابتن مصطفى عسكر والكابتن طلعت يوسف معظم الوقت بيبقى بيقف هو على الخط. انا شايف ان انا وانا واقف ورا بهدوئي هحكم على الملعب احسن من مع عصبيتي على الخط. وبتنقل تعليماتك للمدرب العام بتاعك او مساعدك. انا شايف كذا بلغهم كذا، انا شايف كذا بلغهم كذا، تبقى احسن بكتير. مش لازم اقعد اتنطط على الخط، يعني اقعد اجري هنا واجري هنا مش شرط. لا هو يعني مش احسن يعني مش احسن واوحش. في مدربين متعود، يعني كابتن مختار متعود برضه انه يقعد لو في حاجه معينه بيروح يخرج على الخط. في كابتن مثلا حسام حسن ده متعود انه دايما يبقى موجود على الخط. طبيعته الشخصيه يعني دي طبيعه، مش احسن واوحش. انا برضو الهاديه جدا على الخط، ما بتفعلش خالص. وده عشان قربي من شويه من اللعيبه، فدايما اللعيبه بتاخد ردود فعلها في الملعب مني. فدايما انا على الخط هادي جدا، باخد قراراتي بهدوء شويه، دايما بدون كل حاجه عشان لما ادخل اوضه اللبس اعرف هقول للعيبه ايه اللي حصل في الملعب، بحط ايدي على نقط القوه والضعف او السلبيات اللي حصلت في الماتش فبقدر اشتغل عليها. فانا من النوعيه برده ما بحبش المدرب، مش ما بحبش، كل واحد له طريقه. انا طريقتي لا، انا بتكلم على الادارات. انتوا الادارات اللي يعني ممكن جدا يجي لك رئيس نادي ممكن يقول لك لا طريقه اتقالت لي مره، اتقالت لنا والله. وانا اتقالت لي برده، قلت له دي برده قال لك انت بتقفش على الخط ليه؟ بتقفش على الخط ليه؟ قلت له دي طريقتي. ده رئيس النادي بيقول لك ما بتقفش على الخط ليه؟ يعني ما هو ده. بص يا كابتن هاني، ما هو ده اللي بيوريك ان انت ايه، لازم تمثل او لازم تضحك عليهم. والله لازم تضحك عليهم. تعبير كويس والله يا كابتن مصطفى. يعني احنا مش بنمثل على بعض ولا بنضحك على بعض. انت جايب مدرب، اكيد انت جايب عبد الناصر، جايب كابتن ايمن، جايب كابتن هاني، عارف شخصيته، عارف هو بيشتغل ازاي، مش بيتنطط ازاي او بيعمل ايه او بيزعق ما بيزعقش. الموضوع مش كده. يعني انت شايف ان بعض المدربين ممكن يكونوا الرياكشن بتاعهم تمثيل عشان يرضي الاداره. ان ده احنا بص المدرب عامل ازاي، ويرضي الجماهير. ويرضي الجماهير كمان. في مدربين في الانديه الجماهيريه بتعمل كده، بترضي الجماهير. يعني يقف على الخط يزعق وبتاع. ممكن ما بيقولش حاجه فنيه خالص، لكن هو بيوصل رساله للناس ان انا يعني ممكن بيزعق وممكن بيشتم وممكن بيعمل اي حاجه، لكن غير ان هو بيتكلم فنيا، مجرد ردود فعله بس عشان يرضي الجماهير ويرضي مجلس الاداره. بس خلي بالك برضو في نماذج عالميه. يعني كونتي مدرب الانتر من النماذج اللي انا بتكلم عليها. ان هو حامي جدا. كاتوزو كان كذلك. دي ده 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 ثم كانوا طبيعتهم كده. ده طبيعتهم كده. هيش كله مع كابتن حسام حسن طبيعته كده. طبيعته كده. ما كان بيلعب حسام هو دايما حامي ودايما حتى مجالس الاداره بتبص او بتحكم على المدرب من خلال الرياكشن بتاعه او وقفته في على الخط يعني. طب اسهل مثال بقى، كابتن حسام حسن بيتقال عليه ايه؟ اصله عصبي جدا. اصله ايه يا جماعه، هو طبيعته كده، هو بيوجه لعيبته ولعيبته واخده على كده. خلاص لعيبته بتحبه على كده او متعوده على طريقه توجيهه بالطريقه دي. إن دي ما تقيمش مدرب بكده. طب لا انا انت قلت نقطه مهمه جدا. انت بتقابل مشكله مع اللعيبه انك هادي على الخط؟ يعني انت بتشوف ان اللعيبه ممكن تكون محتاجه حد؟ اصل احنا كلنا اشتغلنا في التدريب. يقول لك اللعيب المصري محتاج واحد يخبط على دماغه ويزعله الماتش
من جوه الملعب. انا يعني هو بيتقال على اللعيب المصري كده، لما كنتش واقف على الخط وبتصلح له اخطائه اول باول وبتزقه، لا مش هيقوم معاك. طب حضرتك كابتن، حضرتك اشتغلت كتير جدا، هل شايف ان حضرتك كل اللي بتقوله على الخط اللعيب بينفذ حاجه منه؟ يعني لو نفذ 20% يبقى انت ممكن اقل من كده كمان. فطبيعي ان احنا كمدربين او مارسنا، لا طبعا صعب ان وقوفك على الخط وكلامك كتير مع اللعيب ده ممكن يطلعه من تركيزه. وبس هو في الاول والاساس هي طريقه تعاملك معاه من البدايه، بدايه من فتره الاعداد، تعود على طريقتك وتعود على اسلوبك وتعود على رد فعلك والرياكشن بتاعك، فكل دي امور بتتنقل للعيب وتحفيزك ليه طول الاسبوع. يعني انا من النوعيه اللي بحفظ اللعيب الفرقه اللي قدامك بتلعب ازاي وهنقابلها ازاي. يعني مثلا ماتش وادي دجله السنه دي الدور الاولاني احنا كسبنا 1-0، ووادي دجله معروفه فرقه بكرتها. كويسه طبعا. فرقه كويسه. انا قعدت احفظهم، كان قبلها في توقف، قعدت اسبوعين احفظهم احنا هنقف ازاي، وفضلنا واقفين في ال 18 يعني اللي هي من على ال 18 تلت قد كده، قلت لهم هنفضل ومش هنزهق مش هنزهق، وعلمتهم ولعبنا ماتشات وديه كده عشان اعودهم انه ما يزهقوش، وقلت لهم هنجيب جون بهجمه مرتده، وجبنا جون في الدقيقه 93 كسبنا 1-0. ماليش دعوه بقى، دي طريقتي في الماتش ده، فبحفظ فاللعيبه حتى في الماتش اقول لهم خلاص انت حفظتهم، ما ينفعش تقعد تزعلهم كل شويه. ايوه هي دي النقطه بقول لك عليها سعد، يعني اللي بيوصل ان اللعيب بينسى بسرعه، وانت ممكن جدا تتكلم مع لعيب في المحاضره اللي قبل الماتش بنص ساعه وتيجي اول 10 دقايق تحس ان اللعيب ده نسي، فبالتالي لازم بتذكره بتفكروا. مش لازم يعني كل شيخ وليه طريقته، يعني احنا بنحترم كل المدربين، كل واحد وطريقته. لكن كان علامه الاستفهام بالنسبه لي هي ان الاداره كمان بتحكم على على المدرب من خلال الرياكشن، اذا كان هادي او متحمس زياده. مش كل الادارات يعني، مش كل الادارات يعني، لكن في موجود، في ناس كده في موجود. في نقطه برضه كابتن انا عايز يعني برضه احط ايدي عليها شويه، الوقايه شويه في التعامل. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان النهارده فلان ده مدير فني عندي موجود في النادي، وجبته من اول الموسم اشتغل وكون الفرقه على طريقته وعلى شغله وعلى الطريقه اللي هو هيلعب بيها. هيمشي، مفيش مشكله ان انا اجيب الراجل ده، وكابتن ايمن انت هتمشي، عايزين تقرير كامل عن الفرقه وتقعد مع المدير الفني تعرفه امكانيات الفرقه دي. وفرت كتير جدا، بدل المدير الفني ما يجي ويقعد له شهر قبل ما يعرف امكانيات الفرقه وتكون الفرقه وقعت منه. فدي امور ليه احنا بنعمل ده؟ مهم جدا يعني، دي نقطه مهمه كمان، موضوع الاقاله او الاستقاله. هل التعامل مع المدير الفني المقال على نفس قدر الاحترام قبل ما يجي يبقى مدرب ويقعد معاك، الاداره بتقعد معاك على نفس قدر الاحترام؟ هل ده سؤال يعني هنجابه ونناقشه، بس نطلع فاصل ونرجع مع حضرتك. رجعنا مع حضراتكم، وملف تغيير المدربين مع طبعا نجومنا الكبار الكابتن ايمن المزين والكابتن عبد الناصر محمد. كابتن ايمن، قبل الفاصل كنا بنتكلم برضو في نقطه مهمه انت قلتها، ان الاقاله او الاستقاله هي بتفرق طبعا، وطريقه تعامل رؤساء الانديه او الادارات مع المدربين المقالين، هل بتكون على المستوى خلينا نتكلم الادبي والمعنوي اللي تليق حتى باسم المدرب؟ لا طبعا. هو بص حضرتك، انت بتتقابل مقابله اول ما بتروح النادي او هتعاقد في الموسم الجديد، مقابله غير طبيعيه. ولما بتيجي تمشي لو انت مش موفق في النادي، ممكن بتليفون، ممكن برساله، ممكن حد يبلغك، فبتبقى الطريقه يعني حتى موضوع الاقاله في بعض الانديه انا اتعاملت فيها كده، لكن في انديه لا اتعاملت فيها برقي جدا وباحترام جدا. لكن لازم يبقى دي طريقتنا. النهارده انت بتوفر على نفسك حاجات كتير جدا، الفرقه دي امكانيات كل لعيب فيها، المدير الفني اللي مشى هو اللي عارف، فهيوفر عليك ياما لما يقدم لك تقرير تفصيلي لكل لعيب في الفرقه، يبقى المدير الفني جديد يتعامل معاه، او حتى لو حب يقعد معاه لو الامور مشيت بشكل كويس، طبعا هتوفر عليك حاجات كتير جدا. كابتن عبد الناصر، بتفتكر ان كل الادارات بتطلب من المدربين الفنيين المقالين او اللي مش هيقدر يكملوا، تفتكر بيقعد معاه يقول له طب عايزين، انت مش موجود معانا لاسباب 1-2-3، واحنا عايزين منك ريبورت او تكنيكال ريبورت، التقرير فني للفرقه؟ ما بيحصلش، بس حصل معايا في اف سي مصر. بصراحه اداره اف سي مصر اداره محترمه جدا وراقيه في التعامل، اتصلوا بيا وقالوا لي عايزين نقعد معاك، كان بعد الهزيمه من طلائع الجيش 4-0،
انا كنت اتعرضت لظروف مباراه البيراميدز اللي طرد مني ثلاثه فيهم اهم ثلاثه عندي بصراحه، لعبنا ماتش الجيش من غيرهم اثر عليك فنيا داخل الملعب جدا جدا يعني. وحضرتك عارف الفرقه دي بتقف على لعيبه واثنين على لعيبه واثنين بالظبط. فروحنا رحت قعدت معاهم الصبح وفي مكتب رئيس النادي مستر احمد خليل وقالوا لي احنا يعني ايه رايك انت شايف يعني حتى هم بيتكلموا معايا اللي هم محرجين يقولوا لي يعني قلت لهم انا شايف ناس محترمه على فكره انا يمكن قعدت معاهم قبل ما يصعدوا يعني كان من الناس اللي عندها بروجكت من الناس اللي عندها مشروع وتشتغل بيه بشكل مميز. قلت لهم انا يعني انا رفعت عنهم الحركه قلت لهم انا شايف تجيبوا لان قعدنا 3 4 ماتشات بنعمل اداء كويس بس مفيش مكسب فقلت لهم لا عايزين انا حاسس انتوا عايزين تغيروا مفيش مشكله ونغير وبتاع وانا معاكم يعني انا كده كده يعني انا بحبكم وانتوا بتحبوني فالدنيا مش هتبقى سهله يعني. فقالوا لي خلاص يعني وشوف كده وعايزين برضو لو عندك تقرير للكابتن خالد جلال وكده وبتاع قلت لهم مفيش مشكله يعني كان تعامل راقي بصراحه لكن اغلب الانديه زي ما الكابتن ايمن بيقول لا ما حدش بيطلب ممكن بالتليفون لكن ما حدش بيطلب تقرير فني لا تقرير فني دي قليله جدا ما حدش بيطلبها لا. طيب هو دلوقتي لان معلش انا برضو عايز اقول لحضرتك حاجه لان برضو ممكن المدرب اللي يجي بعديك ما لا بس انت بتعمل اللي عليك طبيعي انت يعني اقول لحضرتك حاجه انا كنت ماسك طنطا في الممتاز به والكابتن ايمن جه بعديه جه كمل بعديه ما طلبش منك اتصل بي على فكره كابتن ايمن دايما بيمسك ورايا وانا دايما بمسك ورا كابتن محمد صلاح انتوا بتسلموا بعض لا انا اقول لحضرتك الكابتن ايمن الصراحه اتصل بيا وقال لي ان انا رايح اقعد مع بتوع طنطا لا يعني بص هو اتعامل معايا برقي بصراحه وقال لي ايه رايك قلت له كابتن ايمن ده شغل يعني ربنا يوفقك قال لي لا انا برضو بقول لك انت زميلي وبتاع يعني برضو العلاقه بالمدربين لازم تبقى محترمه طبعا وسالني عن كذا حاجه في الفرقه واللعيبه وقلت له بما يرضي الله وبتاع يعني هي الامور لما بتبقى راقيه كده بتبقى جميله بصراحه. طيب انا عايز اقلب السؤال شويه وعايز اقول تفتكر ممكن مدرب من نفسه قبل ما الاداره تكلمه في اقاله من نفسه بيحس يقول لا انا شايف ان انا مش هقدر اكمل وهو بنفسه يروح يقعد مع الاداره او رئيس النادي او الاداره الفنيه يقدم لهم يقول لهم لا انا شايف ان الامور بدات توصل للمرحله ان انا مش قادر اكمل. هل النموذج ده موجود عندنا ولا الناس بتفضل تكمل لاخر لحظه لغايه ما تيجي وخلي بالك بيحصل بتيجي اقاله وبعدين يرفع سماعه التليفون يقول لك ها اخليها استقاله تقدم انت ولا يعني بيحصل الكلام دوت يعني. لا في طبعا بص المدرب اللي بيحترم نفسه عامه جدا هاني ده بيبقى مبدا وبتبيع برضو بالرؤية اللي انت شايفها بالنسبة لك في قدام مستقبلية شوية هل شايف ان انت ممكن تحقق نتائج افضل في المرحلة الجاية ولا لا. يمكن انا عملت الموضوع ده مع بعد ماتش الاهلي بعد ماتش الاهلي قدمت اعتذار ان انا اكمل مع الفرقة واترفض بحكم ان النادي الاهلي نادي كبير والنتيجة الطبيعية ان احنا نخسر منه كده فاترفض الاعتذار. لكن انا كنت شايف كنت حاسس ان انت مش يعني اصل حاجة النقطة برضو هكلمك فيها انك ان هل بتيجي عند مباراه كبيره وتتغلب مثلا تتغلب 4 او تتغلب 5 بتبقى دي النقطه الفاصله ان انت بتحس بيها ان الموضوع مش هيمشي ولا بتاخدها كمباراه عاديه فارق امكانيات وممكن داي اوف بالنسبه لك مش هتبقى هو الطبيعي ان ناخدها فارق امكانيات لكن بتبقى في حاجات قبليها يعني حاجات قبليها انت شايف ان مفيش توفيق الكره واقفه معاك شويه في حاجات يعني انت بتبقى لك رؤيه فيها في الفرقه لكن انا كنت شايف ان احنا لو كملنا مع نادي طنطا لا كان طنطا من الانديه اللي بتنزلش والفرقه ما تنزلش يعني انت لو كنت كملته بنفس الفكر ونفس الطريقه انت بتقول ان طنطا ما كانتش هتنزل لا طنطا ما تنزلش وفرصهم ايه السنه دي؟ الوضع الحالي صعب جدا صعب. بعد 4 هزايم يمكن احنا من اول الموسم ما خسرناش غير اهلي وزمالك لان كان ماتشين كانوا ورا بعض فدول الماتشين الوحيدين اللي خسرناهم ورا بعض. النهارده انت خسرت 5 مباريات ورا بعض ومن فرق المفروض قريبه منك الحرس وطلاع الجيش فكلهم قريبين منك فكان صعب جدا 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 يعني انك تعوض الفتره الجايه وخاصه انك هتختم بمباريات صعبه اهلي وزمالك ومصري وانبي فالامور لا الامور انا شايف ان هي بتصعب شويه يعني شايف الامور بالنسبه لطنطا هتبقى فيها صعوبه جدا انه يقعد في الدوري الممتاز. كابتن عبد الناصر في نقطه تانية احب اعرف رايك فيها هل تفضل تتعامل مع رئيس نادي او اداره او مسؤولين بلغه الكره كده ما بين قوسين بيفهموا في الكوره احسن ما تتعامل مع بعض مع احترامي للجميع ان بعض المسؤولين او بعض رؤساء الانديه من الطبيعي انه ممكن ما يكونش مارس كره القدم او مش لاعب كوره او ما بيفهمش كوره
مع احترامي للجميع بالبروفيشنال واي اللي هو الطريقه اللي كلنا عارفينها يعني. طبيعي ما فيش حد كابتن هاني بيفهم في كل حاجه يعني. انا مثلا ساعات انا بقولها لرؤساء انديه مثلا يكون بيتكلم معايا واقول له انا ما بفهمش في شغلتك وانت ما بتفهمش في شغلتي. يعني في رؤساء انديه بتكلمك فنيا كمان بيتكلم في رئيس ويتناقش معاك فنيا. ده في رئيس نادي كان بيقول لي حط فلان وطلع فلان ودخل فلان ده بيحط وشيل الفرق وشيل من ال20 وكان سبب خلاف كبير معايا ومشيت وقدمت استقالتي على طول يعني. هذا بيحط التشكيل يعني يعني كل حاجه. لا اصل ده كويس اصل ده مش عارف ايه وشيل فلان وبتاعه. فالمشكله زي ما انت حضرتك بتقول كده يفضل طبعا ان رئيس نادي بيكون يعني لو بيفهم في الكوره بس ما بيتدخلش برضه. بالظبط اهم حاجه لو ما بيتدخلش يعني بيفهم كوره بس عارف حدود الشغل. ان شغله انت جايبني انا بتاع الحته دي يعني. معلش انا ما ينفعش اجيب صنايعي عندي في البيت بيشتغل في الكهرباء وانا ما بفهمش في الكهرباء اقول له طب اعمل كذا واعمل كذا. هيبص لي هيقول طب ما تعملها انت وهو يمشي يمشي يعني. هو يعني الناس اللي عارفه وفي ناس والله محترمين كتير جدا عارفين يقول لك انا ما بفهمش في الحته دي انت اللي بتفهم فيها بس انا بقول لك رايي. ده ذوق يعني بصراحه. حتى لو حابب يقول لك حاجه فبيقولها بيقولها لك بمنتهى الذوق يعني اللي انت تسمعه اللي انت تتقبل منه. وبعدين انا مش عيب انا ممكن اسمع. بص يا كابتن هاني انا من النوعيه اللي بسمع للي حواليا تماما والمدربين اللي معايا لازم اخد رايهم في كل تغييره وفي كل حاجه لان ممكن حد يقول لي راي احسن من اللي انا اعمله ويكون هو شايف حاجه انا مش شايفها. مزبوط. مفيش حد بيعرف كل حاجه في الدنيا. رئيس النادي او اي حد في مجلس الاداره اسمع له ما دام الكلام بمنتهى الاحترام وبيقول لي راي وفي الاخر بيقول لي دي بتاعتك انت بتاع دي شغلانتك لكن انا شايف كذا ايه رايك بس منتهى الاحترام اسمع له تماما واتناقش معاه وما فيش مشكله خالص. لكن يقول لي لا طلع واعمل وسوي لا هقول له شكرا على طول. حصلت معاك كابتن ايمن النوعيه دي من الاداره ان التدخل لدرجه الفنيات ويبدا يقول لك التشكيل ويقول لك ده لازم يلعب على حساب ده؟ لا انا يعني يمكن الانديه اللي اشتغلت فيها ما حصلش معايا الموضوع ده لكن في نادي رحت فيه كان رئيس النادي كده مع المدربين اللي قبليه. فانا اتعاملت مع الموضوع اتعاملت معاه ازاي بقى عايزين يعني اتعاملت ازاي يعني مش هقول بتجاهل عشان عيب كلمه تجاهل باستعباط بس بستعبط يعني انت فين تعالى عايز اقعد معاك شويه طب انا عندي اجتماع مع اللعيبه طب مش عارف ايه اسوف وطنش انت عارف انت رايح عارف ليه عشان مش عايز يصطدم بيه بيمنع لا ده كان مشكله كان كمان هو ده بيجيب ده ممتاز بيه كان مع المدير اللي قبليه كان بيجيب اللاب ويجيب الماتشات بتاعه الفرقه ده رئيس النادي ويفرجوا عليها وانتوا غلطتوا في كذا وغلطتوا في كذا وغلطتوا في كذا. ده رئيس النادي اللي بيجيب الفيديو وبيجيب اللعيبه ويجيب لا رئيس بيجيب المدير الفني بيقول له فالموضوع ده اتقال لي قبل ما اروح جديده دي جميله كلام جديد قوي اتقال لي قبل ما اروح فكنت شغل علمي اهو علم يعني طالما في لابتوب خلاص يبقى علم. حصلت كان مشكله كمان ان هو كان ده وقف المكافئات علشان ان انا ما بروحش اقعد معاه يعني كنا ماشيين كويس جدا فوقف المكافئات عشان ما بروحش يعني كمان خاص وقف المكافئات عشان ما بروحش اقعد معاه طب عايزين نقول ايه طب عايزين لا لازم تستعبط يعني انا عندك حق انك لا كلام غريب في العالم الاحتراف اللي احنا عايشين فيه او في عالم كره القدم بشكل كبير يعني الكلام دوت كل واحد مش عارف حدوده. النهارده اللعيب مش عارف في دوره ان هو لعيب بس دوره ان هو يتمرن بس وانت دورك ان انت تحط التشكيل. كابتن اللعيبه دلوقتي ما شاء الله بتاخد عقود كويسه عشان يبقى لعيب محترف ولسه دلوقتي بتقول لي ان اللعيب مش عارف دوره. لا مش عارف دوره مش عارف. احنا اللعيب دلوقتي الاحتراف النهارده متجهني النادي للعيب بس لكن دور اللعيب لا ملوش دور. انا دوري ان انا اخد فلوس يعني انت شايف ان عقود اللاعبين هو حقوق ممنوحه للاعب بس لكن حقوق النادي ماديه حقوق ماديه بس لكن النهارده دور النهارده الملعب بتاع مين الملعب بتاع المدير الفني مش بتاع اللعيب. اللعيب النهارده دوره ان هو يتمرن بس لكن اللعب انت محترف بتتمرن اكيد العقود بيبقى فيها شروط جزائيه لو ما جاش التمرين لو تاخير لا بيجي طبعا انا كان مكتوب مثلا في عقدي في المانيا انت عارف اللعيبه دايما بتبقى في الكريسماس تايم والحاجات ديت بيروحوا حتت يزحلقوا فيها تلج وبتاع فكان مكتوب في العقد بتاعي ان انت لو رحت اي بلد مثلا سويسرا واتزحلقت على الجليد او عملت سكيتنج وعملت حاجه واتعورت احنا مالناش دعوه بيك وكل العلاج على حساب على حسابك الخاص
بند تاني انك لو عملت حادثه لا قدر الله وانت راكب موتوسيكل احنا برضو ملناش دعوه بيه. فالحاجات ديت كمان بيتدخل في حياتك، مش حياتك الشخصيه لا، انت بقيت الحاجات اللي فيها خطوره عليك في استهتار اللي هو طبعا، غير بقى المواقف اللي تحط النادي في موقف غير لائق بيه، انك بتكون مثلا سهران في حته او حصل مشكله ادبيه بغير ده، لكن هو كمان بيخش في الديتيلز قوي. لا انت لو ركبت موتوسيكل وقعت انت مسؤول عن نفسك. ما هقول لحضرتك الكورونا دي دلوقتي فيها نوع من انواع الاستهتار. برافو عليك. دي لازم برافو عليك يبقى فيها اجراءات قويه جدا مع اللعيبه، لان انت معلش انت لعيب محترف برافو عليك لازم تحافظ. اصل الحجه لا اصل ممكن يجي لنا مش عارف منين، لا انت لو محافظ على نفسك مش هيجي لك. ده حقيقي. انت وانت وانت، ما احنا هنقول واحد اثنين ثلاثة، كل لاعب محافظ على نفسه 10 على 10، لان ده اكل عيشك، ده اكل عيشك اللي هتبعد عنه. انت كمان انت ما بتاثرش على نفسك بس، بتاثر على المنظومه كلها، بتاثر على الفرقه وعلى النادي وبتاثر على المنظومه كلها. فبالتالي لازم تكون بدل ما انت مسؤول عن نفسك انت مسؤول كمان. الله يرحمك، الله يرحمك كابتن كمال عثمان اللي علمني دي، لما كنت لعيب عنده في نادي طلاع الجيش كان يجي يخش لنا الاوضه يقول لنا اللي هيجي له برد بخصم 500 جنيه. 500 جنيه كانت ايامها طبعا حاجه كبيره. هو من منطلق ان انت حافظ على نفسك، يعني حافظ على نفسك. لا الموضوع طبعا مهم جدا. طب يعني في النهايه مش بجد انا مش عايز اخلص الحديث، لان يعني الملف طويل جدا وفي نقط كتيره جدا جدا، وخلينا نتكلم ان شاء الله يكون لنا لقاء تاني، لان انا كان عندي اسئله كتير، يعني كان عندي لسه اسئله في الحاجات الخاصه بالدريسنج روم، هل اوضه اللبس هي بتبقى سبب رئيسي؟ انت بص عملت لي ازاي يبقى قفشتك ده، دي كارثه كبيره. دريسنج روم طبعا يعني هي بتبقى، يعني انا بحس ان الدريسنج روم دي بتبقى سبب من الاسباب الرئيسيه في اقاله المدرب. خلينا اشكركم طبعا على وجودكم كابتن ايمن مزين، طبعا شرفتنا ونورتنا، شرف لينا وجودنا صديق العزيز وزميل ملاعب عبد الناصر. ده انا اللي متشرف بيكم وبالكابتن ايمن، والله ربنا يكرمك ان شاء الله. شرفتنا ونورتنا، وان شاء الله زي ما قلت لكم باذن الله هنكون على لقاء باذن الله تاني نناقش بقى فيها كل القضايا باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا. خلصت الفقره الثانيه من البيت الكبير، ان شاء الله فاصل ونرجع مع سهام، ومعانا ان شاء الله نجم اللي بتحبوه رمزي صالح.